عبر الهاتف مباشرة من حلب ينضم لنا إبراهيم أبو الليث مدير المكتب الإعلامي للدفاع المدني. سيد إبراهيم مساء الخير، أهلا بك معنا. 10 أيام والتصعيد مستمر في حلب، الأخبار تتحدث عن خروج أكبر مستشفيين في حلب عن الخدمة، الغارات الجوية أيضا لا تهدأ، ما تفاصيل ما جرى وما آخر حصيلة للضحايا إلى الآن؟ نعم أختي الكريمة، منذ 10 أيام إلى الآن لم يهدأ طيران النظام ولا الطيران الروسي باستهداف الأحياء المدنية في مدينة حلب. المجازر ترتكب يومية من قبل الطيران الروسي على الأحياء المدنية في مدينة حلب. اليوم تم توثيق أكثر من 22 شهيد لحد هذه اللحظة في مدينة حلب جراء القصف الطيران الروسي على الأحياء المدنية منذ بدء الحملة ممنهج على الأحياء المدنية في مدينة حلب. تم توثيق أكثر من 450 شهيد وأكثر من 1800 جريح اقتضت فيهم المشافي الميدانية. هذه الأعداد التي تدق ناقوس الخطر في المشافي الميدانية مع بدء القصف الطيران الروسي صباح هذا اليوم أحد أكبر المشافي الميدانية، ومن ثم بعده تلاه قصف لمشفى ثاني في مدينة حلب ما أدى إلى خروج المشفيين عن الخدمة واستشهاد مريضين كانوا داخل المشفى وتم إسعاف بعض الكوادر الطبية. اليوم في مدينة حلب تم استهداف أحد أكبر المشفيين في مدينة حلب ما أدى إلى خروج المشفيين عن الخدمة واستشهاد مريضين وإصابة بعض الكوادر الطبية. طيب كل هذه الخسائر في الأرواح، الخسائر في المنشآت العامة، يعني دعنا نتحدث ربما عن ما تركه النظام في المدينة إلى الآن. النظام بالحملة الأخيرة ضد المدنيين في مدينة حلب عم يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة من صواريخ الارتجاجية التي تدمر أحياء بأكملها. اليوم في مدينة حلب منكوبة بسبب القصف العنيف الذي تشهده هذه المدينة منذ أكثر من 10 أيام إلى الآن. أكثر من 1800 غارة منذ بدء الحملة إلى الآن. حلب مدينة منكوبة بالفعل في ظل الحصار الذي تطبقه ايضا قوات النظام على المدينه منذ اكثر من شهرين الى حد هذه اللحظه. الاوضاع مأساوية جدا بسبب نفاد المواد الغذائيه وبسبب نفاد ماده الوقود حتى في المشافي الميدانيه وحتى عند الكوادر الخدميه مثل الدفاع المدني والطبابه الشرعيه والمشافي الميدانيه. اشكرك جزيلا على هذه المداخله سيد ابراهيم ابو الليث مدير المكتب الاعلامي للدفاع المدني، كنت معنا عبر الهاتف مباشره من حلب.